بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع الأدب، وهو بعنوان الأدب في العصر الأموي. هنبدأ ونقول سمات الأدب في العصر الأموي، بما يتصف الأدب في العصر الأموي. أول حاجة، ازدهر الأدب شعره ونثره في عصر بني أمية بسبب أسباب ازدهار الأدب شعر ونثر. طبعا زي ما انتم شايفين ان احنا في عصر صدر الاسلام ازدهر قوي النثر، النهارده بيزدهر الادب الشعر والايه والنثر. ايه الاسباب؟ واحد، كثرت النزاعات والحروب. اثنين، الصراعات الحزبيه والسياسيه. طبعا هنقول تاني الاسباب، كثرت النزاعات والحروب. طبعا في عصر بني اميه بدا يحصل نزاعات بين المسلمين، وطبعا الصراع على الحكم وعلى الخلافه، وطبعا في ظهرت الأحزاب السياسية والمذاهب الدينية، أصبح فيه خلاف، وده طبعا كانت بيئة جيدة لإزدهار الشعر والنثر. بعد كده عند الشعر، الأغراض الشعرية الجديدة التي ظهرت في عصر بني أمية. احنا قلنا في غرض شعري ظهر في عصر صدر الإسلام كان الفتوح والمغازي. النهاردة هنتكلم على الغرض الشعري اللي ظهر أو الأغراض الشعرية اللي ظهرت في عصر بني أمية. عندنا شعر اسمه شعر السياسي، وعندنا شعر الغزل، وعندنا شعر اسمه شعر النقائد. هنتعرف عليهم واحد واحد. أول حاجة عندي الشعر السياسي. من اسمه كده يعبر عن النزاعات بين الأحزاب وتعصب كل حزب لرأيه ومذهبه في هذه الفترة، كالخوارج والشيعة والأمويين والهاشميين. يبقى الشعر السياسي اللي بيعبر عن النزاعات بين الأحزاب السياسية والتعصب لكل حزب لرأيه ومذهبه. طيب الغزل، طبعا الغزل بقى في عندنا فن، في اشعار قائمه للغزل. طبعا احنا قلنا قبل كده منهج بناء القصيده الجاهليه، كان عندنا بتبدا المقدمه بمقدمه غزليه، القصيده بمقدمه غزليه طلاليه، وبعدين الوصف، وبعدين الغرض الرئيس، وبعدين الحكمه. النهارده هيبقى القصيده كلها تتحدث عن الغزل. طبعا الغزل عندي نوعين من الغزل، عندي غزل حضري وده بيسموه غزل صريح، وعندي غزل بدوي وبيسموه غزل عفيف. يبقى الغزل الحضري صريح والغزل البدوي عفيف. يعني ايه صريح وعفيف وبدوي والحاجات دي كلها؟ الغزل الحضري الصريح مضمونه مفاتن المراه الحسيه. يبقى الغزل الحضري ده بيتكلم، او الغزل الصريح بيتكلم على مفاتن المراه الايه؟ الحسيه، يعني بيصف جسد المراه. سبب ازدهاره شيوع الرخاء والغناء في حواضر العرب. كان بقى العمليه بدات ايه؟ بدأ شغل الرفاهية بقى يظهر عند العرب، وبقى فيه انتشر الغناء عند العرب، فظهر ما يسمى بالغزل الصريح. أيضا انصراف الشعراء عن كثير من أغراض الشعر الجاهلي لزوال دواعيها. من أشهر شعراء الغزل الصريح، عايزك تحفظ الاسم ده، عمر ابن أبي ربيعة. عايزك كده تدخل كده على النت وتبحث عن هذا الرجل وتعرف عنه معلومات. الغزل العفيف مضمونه مفاتن المرأة المعنوية، يعني بيتكلم عن الجوانب الأخلاقية الموجودة عند المرأة، وبيتكلم عن معاني الوجد والشكوى والطهر والوفاء. من شعرائه جميل ابن معمر وكثير عزة وقيس ابن الملوح. بعد كده عندي فن النقائد أو غرض النقائد الذي ظهر في العصر الأموي. هي قصائد امتزج فيها الفخر بالهجاء دارت بين الشعراء. يبقى النقائد عبارة عن قصائد فيها فخر وفيها هجاء دارت بين الشعراء. الشاعر بيفخر بنفسه ويهجو غيره. أشهر شعراءها جرير والفرزدق والأخطل. الأسباب التي أدت إلى ظهور شعر النقائد: واحد، التنافس الشخصي بين الشعراء. اثنين، الصراع العصبي والقبلي بين الشعراء. ثلاثة، الانتماءات الحزبية بين الشعراء. أربعة، وجود وقت فراغ كل الناس يسدونه في متابعة هذه المعارك بين الشعراء. الرقم أربعة ده اللي شهر فن النقائد، إن الناس عندها وقت فراغ فعايزة تسد وقت الفراغ، فتروح تتفرج أو تروح تستمع إلى هذه المعارك الشعرية، فده يؤدي إلى انتشارها أكثر وأكثر. خصائص الشعر في عصر بني أمية: أولا، من حيث المعاني أمد الإسلام الشعراء بثروة خصبة من المعاني الجديدة. عاود الشعراء تناول معاني الجاهليين وأفكارهم، وخاصة الفخر والهجاء.
من حيث الصياغة التزم الشعراء بنظام القصيدة الجاهلية، بدأ الشعراء الحضريون قصائدهم بوصف الأطلال وبكاء الديار رغم اختلاف البيئة، ظهرت طائفة من الشعراء في الحجاز جعلت للغزل قصائد كاملة مخالفين بذلك منهج القصيدة الجاهلية، زي ما اتفقنا قلنا ان في غرض جديد ظهر هو غرض الغزل. من حيث التصوير اعتمد الشعراء في إبراز المعاني على التصوير، استمدوا خيالهم من البيئة المحيطة بهم، جاءت صورهم حسية جزئية. من حيث الألفاظ كانت الألفاظ واضحة معبرة متأثرة بالقرآن والحديث. من حيث الموسيقى كانت واضحة النغم في الوزن والقافية. 2. النثر. كان النثر الفني أكثر تطورا من الشعر، لأن الخطابة والكتابة بلغت منزلة أو بلغتها منزلة عظيمة جدا. يبقى في العصر الأموي كان النثر أكثر تطور من الشعر. أول حاجة عندي الخطابة. ازدادت الحاجة إلى الخطابة في عصر بني أمية نتيجة لازدياد الفتن والصراعات والحروب وتعدد الأحزاب وتوسع الفتوحات. الخصائص الفنية للخطابة في العصر الأموي: التأثر بالقرآن الكريم واستمداد فكرها ومعانيها وصورها منه، تضمنها بعض الحكم والأمثال، الحرص على اختيار الألفاظ، حسن تنسيق الجمل ومناسبتها للموقف الذي تقال فيه، الحرص على البداية بذكر الله والصلاة على رسول الله لحسن الايه حسن الختام. كتابة الرسائل: ظهرت الكتابة في عصر صدر الإسلام وظلت تنمو وتتقدم وازدهرت في العصر الأموي. يبقى الرسائل ظهرت مع عصر صدر الإسلام وازدهرت في العصر الأموي. ارتفاع شأن الكتابة في العصر الأموي، وذلك لحاجة الدولة الأموية إليها نتيجة لاتساع رقعتها، زي ما قلنا إن الدولة كل ما تتسع الدولة كل ما تحتاج أكتر إلى الرسائل، وتعدد دواوينها ساعد على ازدهار الكتابة في العصر الأموي. كتاب ديوان الرسائل وخاصة عبد الحميد الكاتب، وده من أشهر الكتاب أو كتاب الرسائل في العصر الأموي. أنواع الكتابة اللي هي أنواع الرسائل يعني في العصر الأموي: رسائل ديوانية ورسائل إخوانية ورسائل دينية. سمات الكتابة في العصر الأموي: جودة الصياغة والعناية باختيار الألفاظ وتجويدها، الاقتباس من معاني القرآن الكريم وصوره وعباراته ومزجها بما استحسنوه من تشبيهات الشعراء والحكم والأمثال، غلبة الطابع الإسلامي في افتتاح الكتاب لرسائله. الخصائص الفنية للنثر في العصر الأموي: الإيجاز والقصر، سهولة الألفاظ، وضوح المعاني، قلة الصور البلاغية، تأثر بالقرآن الكريم، دقة العبارات، العناية بترتيب الفكر وتسلسلها. بكده نكون انتهينا من الدرس الثالث من دروس الأدب، وكده نكون انتهينا من الأدب في العصر الأموي، وده آخر درس من دروس الأدب في الترم الأول. أشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.